يعني مؤتمر صحفي يعني عقدته هذه الجهة في الجيش الإسرائيلي، لخصت هذا العام 2020 الذي كان عاما مليئا وحافلا بالأحداث، أهمها التطبيع مع الدول العربية وأيضا اغتيال قائد قوة قدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. إذا الجيش الإسرائيلي يعني يلخص هذا الأمر العام عفوا بمسارين، الأول هو بما يتعلق بالإدارة المدنية، وشهد ذلك يعني تسويق وحملة دعائية للجيش الإسرائيلي بما تقوم به يعني من أمور إنسانية، إن صحت هم يعني يقولون ذلك، أنهم يعني سمحوا بسفر الفلسطينيين إلى إسرائيل لتلقي العلاج وأيضا إدخال بضائع وتأهيل معابر وكل هذه الأمور. ولكن الشق الثاني وهو الأكثر أهمية باعتقادي هو كان تلخيص العام من الناحية العملاتية والناحية العسكرية، وأجمع الجيش الإسرائيلي على أن العام السابق كما كنت وكما شاهدنا بالتقرير كان العام الأكثر هدوءا، وردوا ذلك إلى ثلاثة أمور وردت بالتقرير. ولكن الغريب بهذا العام أنه كان هناك أكثر من يعني أو دعينا نقول تم إزالة ما يعرف باسم يعني ما تسميها الأوساط الإسرائيلية يعني الأشخاص الذين لا ينتمون، يعني الحالات الفردية العمليات الفردية التي لا ينتمي منفذوها إلى منظمات فلسطينية. نعم يا عمر، يعني ما هي أهم التحديات التي يتوقعها الجيش الإسرائيلي لا سيما وأنه تم الإعلان عن انتخابات فلسطينية؟ بالطبع، إذن الانتخابات الفلسطينية هي أبرز التحديات التي تواجه الجيش الإسرائيلي، ولكن من حيث الإجراءات نحن نعلم أن الجيش الإسرائيلي هو ليس جسما أو هيئة مستقلة، بل هو خاضع للحكومة الإسرائيلية أو بما يعرف بالمستوى السياسي في إسرائيل، وهناك أيضا انتخابات في إسرائيل لورين، وبالتالي فإن التحدي هو أيضا الانتخابات الفلسطينية، أيضا التغيير المتوقع في وزارة الأمن الإسرائيلية. كان هناك ليبرمان ومن ثم بينيت وزراء أمن، وبعد ذلك نتنياهو، ومن ثم الآن يعني جانتس. كل هذه التغييرات والتبدلات التي تشهدها يعني رأس الهرم السياسي في إسرائيل الذي يخضع له الجيش، وأنا أقصد هنا وزارة الأمن، هو أيضا تحدي. التحدي الثالث وهو ليس أقل من التحدي باعتقادي هو تلك الجماعات التي اليمينية المتطرفة التي تنشط في أوساط المستوطنين الإسرائيليين، وأنا هنا أتحدث عن عصابة فتية التلال بما يعرف بنعارك فاوت، الذين يقضون مضاجع الجيش الإسرائيلي، يعتدون على ضباط الجيش، يعتدون على أفراد الجيش، وبالتالي فإنهم يتوقع أن يكونوا في العام المقبل 2021 يعني تهديدا لا يستهان به اطلاقا، ليس فقط في الجيش الاسرائيلي وانما ايضا في كامل المجتمع الاسرائيلي، وهم بالطبع يتحدون السلطات والمؤسسات، مؤسسات الدوله الاسرائيليه بشكل عام. نعم، وصلت الفكره. الزميل في اي 24 نيوز عمر ربيع، شكرا جزيلا لك.